أرحب بالحضور الكريم على هذا الحضور ديالو، وأشكر الجميع على تلبيه الدعوة للمساهمة في هذا النشاط الذي نحتفي فيه في هذا اليوم بالمرأة، المرأة الأم، المرأة الفتاة، المرأة كانت عاملة أو غير عاملة أينما كانت، نرحب بها ونهنئها بهذا اليوم، هذا العيد، عيد المرأة، ونتمنى أن تكون هذا النشاط أو هذه الأمسية في حسن ظنكم، وأترك المجال إلى باقي العروض لكي تتم في وقتها. وشكرا على دي لحظة انت على المرض قلت انتم زيدا نغرى سوبرانزا التنزيديات قام تربني تسيمة انتهي داخل تسيمة من يجن تسنين هشين الكاسة نهارا فيشتا نتمغاف اليوم العالمي نتمغاف نتسيم نتمنى ويسيري بون نهار وها اذيني نوستان مارا ولكن تقاديري سيجن ثقافة ديجن نشأل أمو ديجن تحسيسة ديري ازاي نخونها ذلك في ديجن خطوة في قيت المؤسسة نحن جوشينا باش نتمنى لكني وضع نواصم الاحتفالة ديري ديجن تقريب سنوي دي نهارة بعدا نتبدا أنت قد تقييم أذي نسي ورق سمح ما يحرم لكم نهار عيدنو مش ما يصير حرامين نهارا في أبي نحس محضاري نق نهارا يمكن نقارب عيد وكيف نتيش ونتحرك بخوي ويرضي المجتمع النق مش هذه المحضة قاعدين نجمد إدارة النق المؤسسة كيف نبدأ يمكن ذي أكاكني وتقام نهارا قاعدين تقييم يهقى نخ مش فرصة نغا ولكن إصبح أثير الحصيلة الغولية للنجاح نهارا حتى كيلون بعيد المرأة مشا رفرحتين وتيري تمغا ما مش قصر نخ إيقل مؤسسة الغنية تيري تمغا يرتص دانيتي ملا غون قارو نعم نقيج نحفل ضم خراج على تيري المؤسسة البروسينا تدغع صغية ذا النتائج ما غالا هذا مكخشوة المنافسة أصبغت حضاق دي حفل توزيع ليج مؤسسة الغنية نهار عام يخسر حضاق دي بروسينا أقل بحث الوم أن ركني وتقميج أدوش مجميش على المؤسسة الوم التأتوي مع ما نتائج تنقراني النقص الذي يجب نحفل ضم قران أنا احتفظ بنو سينا مؤسسة طبقا خلقوا غام سنويها الإعدادية إخذ النتائج ذي دانيتي نسيتي ما أفيتهم تحدية وقت عظم مشا غا حفل تكريم تلاميذ للتفوق نسن إن شاء الله